الأمر الآخر، قضية تقبيح الصورة، هذا لا يجوز. لا يجوز للإنسان أن يستعمل برامج أو أشياء تقبح الصورة بحيث يقلب صورة الوجه إلى حيوان، أو يقلب الصورة صورة الوجه إلى شيء فظيع وقبيح والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقبح الوجه ونهى أن يضرب الوجه. فلما مر على رجل يقول لآخر قبح الله وجهك، قال لا تقبح الوجه. ومر على رجل آخر يضرب آخر على وجهه، قال لا تضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. ولذلك يعني نصيحة أقدمها لإخواني وأخواتي، أن يتقوا الله وأن يبتعدوا عما نهى الله عز وجل عنه وعما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يحرصوا على أولادهم.